السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج الفاضل محمد محي الدين بدر أبو محي، وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذه المقابلة. حجي، بدنا نسألك عن هل كان هناك في مقبرة خاصة في أهل المزرعة؟ وين كان موقعها في القرية؟ كان تحت بيتنا. يعني بالشرق ولا بالغرب؟ بيتنا من جهة القبل الشرقي. شرق يعني. طب هذه المقبرة حاجة كانت خاصة في كل أهل القرية ولا كانت مخصصة لا في كل القرية؟ طيب حاجي، لما كان توفى أحد أبناء القرية هل كان يعني ينادوا عليه مثلا بشكل معين؟ كيف كان يعلموا الناس عن حالة الوفاة وال بعض؟ يعني في شيء واحد اللي بيصحر، يعني هذا مثل ناطور بيقولوا له، نعم هذا ببلغ الناس. بعدين بلد صغير، يعني إذا واحد نادى هون بسمع اللي بيأخذ البيت. بلد بلد صغير يعني بيوتها كلها مجمعة حوالي بعضها. طيب حجي، غسل المتوفي وين كان يتم؟ في بيته ولا في مكان؟ بيته. طيب ما فيش جامع لأنه. والصلاة عليه وين بتتم يا حجي؟ الصلاة عليه يا بتتم ببيته يا بتتم. طيب كنت تأخذه بخاطر أهل أو؟ أكيد هذه. طيب أبناء القرية كلهم كانوا شاركوا عامل في الجنازة؟ لا، اللي مش موجود اللي أثناء عمله ما بيكون موجود، هذا بيجي بعد ما. يعني على الأغلب كانوا أهل القرية عم يهتموا في عملية. يعني شوف، أنت عارف الإنسان اليوم الحياة حياة عمل، يعني إذا رايع على العمل ما حيعطل، لأنه يعني يمكن إذا عطل يكون لذلك. طيب حجي، كنت تأخذ بخاطر أهل المتوفي على المقبرة ولا لما يروحوا على البيت؟ يا على المقبرة يا إما تروح على بيته مثلا. طيب كم يوم كان العزاء حجي؟ 3 أيام. طيب الناس كانوا يعملوا ولا أم لأهل المتوفي؟ كانوا يعملوا. مرة واحدة ولا 3 أيام؟ يعني حسب، يمكن أكثر من 3 أيام، لأنه مثلا في ناس مثلا الله منعم عليهم، يمكن يكون بقربهن او شيء. نعم. يعملوا اكثر. طيب حجي، في حدا من ابناء قريتك ادى فريضه الحج الى مكه؟ خالتي راحت على الحج، بس ما بعرف اذا في غيرها يعني. شو اسم خالتك؟ نايفه. حجي نايفه. نعم. بس هي كانت سفرجيه، كانت ناس اعجام بالبهجي. في عكا ولا في؟ لا، بالبهجي، بين عكا وبين المزرعة. هذه القرية البهجة ولا مكان معين ولا؟ هاي البهجي كانت يعني بساتين، وكان في البهاء، كانوا هذول الإيرانيين يأسسوا البهاء. بهاء الله؟ اللي هم البهائيين حجي؟ طب هي شو كانت تشتغل عندهم؟ سفرجية. طب هذا يعني بهجة منطقة حجي؟ حلو. منطقة حلو. كان سكانها من وين يا حجي؟ هاي بساتين. بساتين. بعدين في الدبوية كمان هاي كانت للإنجليز. نعم. كان فيها أبقار وفيها خيول وفيها أشكال وألوان. نعم. فيها زراعة وفيها كل شيء، خالي كان يشتغل فيها كمان. طيب حجي، يعني البهائيين كان لهم وجود يعني واضح وعلني مثلا؟ لا، يعني ثلاثة كانوا، 2 أو 3، واحد اسمه أمين، وبعدين كان عندهم وظائف بالدولة كمان. مين غير أمين أفندي يا حجي؟ خيو يعني اخواته، بس ما بعرف ان انا يعني. طيب هذول من اصول ايرانية حجي ولا من اصول عربية؟ ها؟ من اصول ايرانية ولا من اصول عربية هذول؟ يمكن يكونوا ايرانيين، لانه في عندهم مقام البهائيين، هذا كله كان مركز هناك، بعدين يجوا ناس يزوروهم يعني بلاد طب وخالتك كانت تشتغل عندهم يا حجي؟ ايه.
وسمحوا لها تروح تحج رغم انهم على يعني لا راحت حجت. طيب حجت بشو شو وسائل النقل اللي يعني سبب؟ بالباخره. في الباخره؟ بالباخره. طولت خالتك حجت؟ انا كنت ولد لما انا نعم طبعا مش مثل اليوم طيارة راحت واجت. طولت يعني؟ اكيد كانوا يقعدوا شهرين وشهر ثلاث اشهر. اها. يروحوا يرجعوا، كانوا يقولوا في البحر في مطرح ما غرق موسى. نعم. المي بتبرم وبيخافوا يغرقوا وكذا. هذا اللي بعدني بتذكر. طيب جابت لك هدية معها حاجة؟ اكيد يعني شو يعني هدايا ملابس للاولاد وكذا طوائم. طيب حجي بدنا نسألك عن الزواج. لما كان أحد أبناء المزرعة يصير عنده بنت الزواج، شو كانت الإجراءات حجي؟ الإجراءات أي العالم كيف العالم بيروح يعني بيروح الأهل بيشوفوا البنت عروس، لأنه عنا ما كانش في حدا يعني اليوم تشنقلوا بشنقلها وبيروحوا وبيجوا وبيكذبوا. راحت عليكم حجي. بيسهروا ليالي مع بعض وكذا، هذاك احنا يمكن مش شايفها. نعم. ولا بيعرف عنها شيء، بس الاهل بيشوفوها مثلا خلاص عجبت بيشتروا. طيب حجي يعني الام والاخت مثلا او العمه او الخاله بيروحوا يزوروا يزوروها للعروس مثلا؟ اكيد بيروحوا على بيتين على اذا صار في قبول. طب اذا صار القبول حجي بيجي جاهه مثلا جاهه من اشخاص محترمين كبيره بتكون عدد الجاهه ولا عدد بسيط؟ والله حسب، يمكن يكونوا ثلاثه اربعه يمكن يكونوا عشره يمكن واحد يمكن اثنين مثلا الاب معاه بس هي المباشر بالاول بيروح النساء مشان يمهدوا الطريق. نعم. طيب حجي بعد ما يتفقوا حسب معلوماتك شو كانت قيمة المهور في ذاك الوقت في المزرعة؟ والله يمكن 50 ليرة يمكن 20 ليرة يمكن 100 ليرة حسب إمكانية الشخص اللي بده يتزوج. نعم. يا 100 يا 50 يا 20 والمتأخر كذلك. طيب حجي كان في فرق في قيمة المهر إذا كان العريس من يعني الأقرباء أو إذا كان يعني طبعا الأقرباء لأن الأولوية لأنه كانوا يقولوا إنه ابن عمنا بنزلها عن الفرس وبياخذها على بيته. كان في أولوية لابن العم. لكن المهر حجي أيضا كان مختلف يعني بين القريب بين البعيد بين ابن القرية بين ابن الحي. هذا دائما في خلاف بين انت تعرف يعني لما انت تعرف الانسان ميسور غير لما يكون مثلا مش ميسور. نعم. طيب طيب حجي قضيه البدل كانت كان لها حجي يعني قليل يعني بس لها مشاكلها حجي ولا؟ لا لها مشاكلها لانه انت بتعرف اذا اختلف الاخ مع مرته مثلا هذاك لازم يختلف يعني قليله كانت قليله يعني ما كانش فيها الزواج المتطور يعني بادو فينا قليل. طب حجي الكسوه كسوه العروس تتذكر شو كانت؟ ياخذوها يشتروها ملابس مثلا الدراع كانوا يعني يشتروا الدراع مثلا روح على مثلا المتجر محترم في مثلا الستان في الاشياء الفخمه يعني حسب امكانيته. نعم. طيب حجي ذهب كان يشتروا لها؟ اكيد ذهب كيف يخير كل شيء ذهب. اها. مباريب وحلق نعم وغويشات زي ما بيقولوا بدوي غويشات. طيب حجي كان في شيء اسمه هدم العم او هدم الخال؟ كيف كان في عبايات عبي عبايات الخال وعبايات العم؟ في اشياء اخرى غير هاي العبايات عمي؟ يعني حسب الامكانيه قلت لك هذا كل شيء كبير كان حسب الامكانيه. بعدين كان في نقوط
ناقته مثلا العربية. طيب حجي راح نجي. طيب حجي شو كانت طريقة الدعوة أو كيف كانت طريقة الدعوة للعرس؟ هل كانت يعني مباشرة فر على الناس؟ فر على الجيران أبناء البلد. نعم. طيب حجي أيضا كم ليلة كانت التعليلة؟ أي والله عنا هاي البلد الخير كانت تعمل شهر 30 يوم شهرين 30 يوم يصير في عرس ثاني اللي يصير وينقلوا العم من عرس لعرس. كانت الناس بسيطة، كان في هذا الباب الله كان في هذا الباب. بعدين تيجي الفردة من ولاد تاني يعني كان عندنا حداي. تعرف شو الحداي؟ لا بعرفش أنا شو يعني الحداي. يعني أوالي. نعم. اللي بيقولوا الشعر يعني هذول السجن ثلاثة هون اللي بيقولوا السجن. حداي من أبناء قريتك ولا من برا؟ لا والله من برا. تتذكر أسماء مشهورة؟ واحد بعرف واحد اسمه كان يقول أبو السعود. أبو السعود. أبو السعود وأخوه ما بعرف شو. من أي بلد أبو السعود؟ من ناحية مجد الكرومة هذيك البلاد. طيب حجي شو كانوا يقدموا ضيافة بالتعليلة؟ أو بالسهرة؟ بس قهوة. إقضامة ما بيقدموا حجي؟ لا. شاي؟ عادي. يوم العرس هي بس. نعم. بالتعليل لا. لا بالعروس كانت تتحنى يا حجي؟ آه. والعريس؟ والعريس نفس الشيء. يتحنى؟ آه يحنى إيده أو يحنى شيء. طيب حجي وين كانت تقام السهرات؟ قريب من بالحارة. يعني في وسط البلد؟ في وسط البلد. مش شرط تكون حد بيت العريس. لا لا بالحارة. طيب وكل أبناء القرية يعني شاركوا في الفرحة؟ آه بأيام بالحارة. الحارة وسيعة بتساع بتساع كتير. وبعدين العرس عندنا سدري قلت لك سدري تيجي مساحتها يعني شيء نص دولم أرض دولمين أرض. في الحارة؟ حد الحارة. حد الحارة. كانت العالم لما بتيجي غربية تحت الشجرة هاي يعني ما تشعر بالشوب ولا بالهذا. لو عزين الظهر تلاقي الهوايات عم يلعبوا لعب وفي مصادر أثرية قديمة يعني كل حجر أكبر من هاي أكبر من كنباي. طب حجي يوم الزفاف كان العريس بالأول قبل ما يركبوا حج كان يحمموه مثلا؟ اه كيف كان. وين كان يحمموه؟ في بيته. في بيته؟ اول ببيت الشبين. اه كان عندكم هاي العادة الشبين؟ اه في عندنا شباين كانوا اثنين شبينين. مين هم؟ حي الله واحد اللي بتختاره انت العريس اللي بيختاره. اي مش يعني محددين سنة؟ لا 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 واحد صاحبه يعني من اصحابنا. نعم. طيب بعد الحمام حجي ويلبس لباس العرس وكذا يصمدوه وبعد الشباين على جنابه من هون. طيب مش بالأول يزفوه يا حجي؟ بلا يزفوه مجي ولا عالخيل؟ ها؟ لا لا بالأول زف العادي وبعدين مع الخيل. بالأول زفه مشي؟ زفه بيجيبوه على الحارة ويصمدوه. نعم. أو ببيت مثلا بيكون ببيت الشبيب. نعم. أحد الشباين. طب حجي بعد ما يصمدوه يعني بغنوا له مثلا هم صمود؟ اه بغنوا له كيف؟ ويجيبوا العروس تنصمد بحده ولا لا يا حجي؟ بلا باخر شيء يعني هاي لما بدهم يزفون على الخيل. طيب وهي حجي كان يعمل العريس غداء لل او اهل العريس؟ اه كيف لك شو الغداء كان يعني؟ والله كله ذبايح عم ذبايح على ايش؟ مناسك مثلا ولا؟ اه مناسك ولا برغل ولا؟ لا مناسك رز وشي مع لبن يا حج ولا؟ لبن وفي كمان يخاني كمان. نعم. فاصولي أشياء يعني. طيب يعني تلخن قوت العريس يا حج؟ أكيد أكيد من الأقارب مثلا من الأصحاب. طيب حج إذا العروس من داخل القرية كيف كانوا يزفوها؟ مشي ولا على مشي زي مشي. المسافة قريبة مشي ويصمدوه هنا ويصيروا النسوان لحاله الحال. يعني مش مختلط العرس؟ لا 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 لك بس لما بدهم يودوها على البيت يكونوا حتى وقبلها رايح وبروح على البيت قبل وبعدين يجي.
طيب حجي، اذا كانت العروس من خارج القريه بروح بجيبوها على الفارده. الفارده من ايش مكونه يا حاج؟ مشي ما عندناش معنا خيل. مشي وخيل؟ طيب العروس على ايش بيركبوها يا حاج؟ على الفرس. على الفرس. بصير في طراد حجي خيل؟ يعني اذا ما في، اذا في مساحه طويله معقوله، بس اذا ما في ما في. اذا المسافه ضيقه لا. طيب حجي كانوا في شيء اسمه ذبيحة الشباب حجي لما تروح من قرية لقرية؟ ذبيحة الشباب. شو بالضبط هاي ذبيحة الشباب؟ تمام، ذبيحة الشباب الشباب بيكون بيقدموا ذبيحة للشباب، يعني من أقران يعني. حجي لما كانوا يروحوا يجيبوا عروس من قرية ثانية مثلا من شعب مثلا أو من هالقرى الثانية المجاورة، كان في عادات بالأول هاي، كانوا في يرفعوا عمدي ومعمدي. نعم، شو العمدة يا حجي؟ حجر كبير. نعم، منفوش بالنص، هادي بنص حاطين له مسكة يرفعوه. مين اللي بيرفعوا، حجي العريس ولا؟ لا مش العريس، سلم اللي عاملينها بضيات. شيخ الشباب. شيخ الشباب. إذا رفعها معفيين. معفيين. وإذا ما رفعها؟ بده يدفع 5 ليرات أو 10 ليرات. بعدين بياخذوها منه بروح بنقطوها للعروس. يعني ما بتروح برا يعني. مين كان مشهور عندكم عم شيخ شباب؟ كثير، في كثير شباب صارت شيخ. بس المهم اللي مين بيرفع. اللي يرفع مين كان؟ ما في كثير كان يرفع. احنا كنا بلاد. طيب حجي لما العريس بده يدخل على عروسه كان ينضرب شيء؟ العريس كانوا يضربوه، بعدين يقولوا له فحل. طيب ايه؟ وكانوا يقدموا له. كانوا يقدموا يعني. شو قدموا يا حج؟ يقدموا أدان. ودانوا. أدان. حجي إذا العريس أثبت رجولته وأثبت فحولته في ليلة الدخلة والمرأة أثبتت عذريتها، هل كان يعلنوا عن ذلك بطريقة معينة؟ أكيد. شو الطريقة؟ منديل. منديل ينشروا نشر. منديل. طيب كان في شيء اسمه صباحية العريس أو صباحية العروس؟ كيف لك يعني؟ شو هي صباحية العريس؟ يعملوا لهم مثلا شيء يوجهوه فيه يعني، أكل يعني. صباحي وقت صباحي. ثاني يوم العرس. الصبح. طيب في رد رجل يا حجي؟ في. شو هذه رد الرجل يا حجي؟ ترجع لعند أهلها مثلا يوم أو يومين وتروح على بيتها. طيب حجي في أي عادات أو تقاليد أخرى تخص الزواج ما ذكرناها؟ مثل أنا بسألك، بعرفش يعني إذا في شيء خاص في قريتك فيما يتعلق في هذا الموضوع. هذا القرى المتعارف فيها هذه ردة إجر وكذا، وهذه كل بلاد العالم، كل البلاد الفلسطينية فيها، وحتى اللبنانية. طيب حجي بعد إذنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.